بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات. معكم إيمان برناوي، أخصائي أول مكافحة عدوى، الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة. محاضرتنا اليوم إن شاء الله حتتكلم عن نظافة البيئة، نظافة وتطهير البيئة. العناصر اللي حنتكلم عنها حتكون أول حاجة التعريف اللي هو نظافة البيئة، الآلية المثلى لنظافة البيئة، آلية اختيار المعدات الخاصة لنظافة البيئة، دور مكافحة العدوى في اختيار منظفات وأدوات نظافة البيئة. بعد كده حنتكلم عن أهم المطهرات والمكونات الرئيسية وآلية استخدامها وأماكن استخدام المطهرات، المطهرات المعترفة من والمصرح بها من وزارة الصحة. بعد كده حنتكلم عن اللي هو أهمية زي ما نقول classification environmental cleaning services، اللي هو الخدمات المهمة اللي لازم تكون متوفرة لنظافة البيئة، والأدوات الخاصة والمحتوى اللي يجب احتوائها اللي هو في تطبيق نظافة البيئة. وآخر حاجة حنتكلم عن أنواع اللي هو النظافة البيئة. نجي أول حاجة التعريف اللي هو environmental cleaning، اللي هو إيش بمعنى إنه نظافة البيئة. تعريفه إنه هو إما يكون إما تطهير تنظيف وتطهير، أو تنظيف وتطهير اللي هو الأسطح البيئية باستخدام اللي هي إيش معدات خاصة. طيب نجي نتكلم، هل ينفع التنظيف بدون التطهير أو هم ينفع التطهير بدون التنظيف؟ طيب ينفع عشان أحقق النظافة والتطهير بطريقة فعالة في المنشأة الصحية، لازم أول حاجة يكون عندي أتحقق التنظيف، بعد أتحقق التطهير، وكل لي مواده الخاصة. فأول حاجة المهم فالأهم التنظيف، فيليه اللي هو إيش التطهير. التنظيف بيكون حنتكلم عنه آلية التنظيف إيش حتكون، وحنتكلم عن التطهير آليته كيف تكون. طيب نجي بالنسبة للأدوات الخاصة لتطهير اللي هو وتنظيف البيئة، نقول تنظيف البيئة. طيب قلنا عشان أحصل على نتيجة كويسة لتنظيف البيئة، أول حاجة على منسق مكافحة العدوى أو مشرف مكافحة العدوى أو رئيس مكافحة العدوى إنه لازم يكون على دراية وعلم بعدة نقاط أساسية. أول حاجة اختيار اللي هي منتجات النظافة، سواء كانت الأدوات، سواء كانت استخدام واحد أو معدة اللي هو عديدة الاستخدام، لازم إنه يكون بوجود كميات كويسة من أدوات الوقاية الشخصية، تمام؟ اللي هي الـ PPEs. نجي بالنسبة لآلية اختيار الـ Environmental Cleaning Product، تمام، اللي هو الـ Detergent والـ Disinfection، اللي هو آلية اختيار المطهرات والمعقمات. طيب. أول حاجة لازم يكون عندي Manage Environmental Cleaning Product According to Product Materials، يعني لازم أنا يكون إنه المنتجات اللي أنا أجيبها إنها تكون مطابقة للمواصفات، مطابقة للمكان اللي أنا بستخدم فيه. مثلا المنتجات اللي أنا بستخدمها في المنشآت الصحية تختلف اختلاف تام عن المنتجات اللي أنا استخدمها إيش في المنازل. طيب Proper Cleaning and Disinfection Solution According to the Manufacturer Instruction، يعني على حسب اللي هو مواصفات الشركة المصنعة، تمام، إنه أنا تكون عندي مواصفات مخصصة أنا لازم أتبعها، وفي نفس الوقت إني لما تجيني هذه المواصفات أتبعها بطريقة صحيحة على الأدوات وعلى الأسطح اللي أنا بستخدمها. طيب
أتأكد برضو إنه الأدوات اللي أنا بستخدمها لتنظيف البيئة إنها ما تعمل لي زي ما نقول إيش دمج، يعني ما تخرب لي الأدوات. مثلا أجيب مثلا مطهر، أنه ما نحطه مثلا على الطاولة ممكن يكسر لي هي، ممكن يشيل لي البوية، تمام، ممكن لما أمسح بالأجهزة ممكن يبهتها، تمام، ممكن ينشفها. فلازم ناخذ في الحسبان اللي هو هذه الأدوات، تمام. طيب نيجي بعد كده how to select cleaning and disinfection agent، طريقة اختيار المطهرات. طريقة اختيار المطهرات هذه غالبا يكون الدور الرئيسي لها تابع لمكافحة العدوى. طيب كيف هيكون تابع لمكافحة العدوى؟ واحد، انه لازم يكون في كوميتي احنا نسميها مالتي ديسيبلينري كوميتي، اللي هو اجتماعات مكافحة العدوى، تمام، بإدارة مدير المستشفى والأعضاء الرئيسيين في مكافحة العدوى، هم من تقريبا مع رئيس قسم مكافحة العدوى يحددوا أهمية واختاروا المنظفات اللي يجب استخدامها في المنشأة الصحية أولا. ثانيا إنه إيش، أنا أراجع سواء اللي هو المانيفاكتشر انستراكشن اللي هو آلية استخدام اللي هو المطهر، تصنيعه، المواد الكيماوية الموجودة فيه، هل هي بالفعل مناسبة، هل هي غير مناسبة، تمام، هل هي مطابقة للناشنال جايد لاينز، تمام، مطابقة للمواصفات الصحة، يعني ما فيها هازارد، ما فيها مشاكل، ليش، للممارس الصحي وللمرضى والزوار. بالنسبة لل specification of cleaning product used in health care setting اللي هي مواصفاتها، زي ما قلنا حتكون دور مكافحة العدوى إنه يقرر دخولها للمنشأة الصحية. بس هل إحنا بنتكلم عن اللي تجينا من الوزارة، ولا إنه بنتكلم عن اللي تجينا من إيش، من الشركة اللي هي خدمات المساندة في المستشفى؟ طيب سواء اذا بتجينا من الوزاره فهذه اوريدي ابروف من وزاره الصحه، فمجرد اللي هو ناخذها من التموين الطبي فهذه بيكون مصرح فيها ويتم استخدامها بدون اي مشاكل. طيب نيجي بالنسبه للابين اللي بتجيبها اللي هي شركه الخدمات المسانده اللي هي الشركه اللي في المستشفى، تمام. فايش المواصفات اللي فيها؟ اول حاجه انه must be approved by MOH infection prevention control، تمام، والاكيوبيشنال هيلث سيفتي اند انفايرمنتال سيرفيسز. يعني ان الشركه جابت لي مطهر او معقم لازم تجيب لي فيها شهاده اعتراف من وزاره الصحه، تمام، واعتراف من الاكيوبيشنال هيلث، من الصحه العامه والسيفتي، ومن الانفايرمنتال سيرفيسز انه هذا المنتج، تمام، كان ممكن استخدامه، تمام. قلنا كمان must be accountable with the service equipment، يعني ان لما نستخدمه على الادوات ما يكتسر لي هي، ما يخربها، انه ايه، يتماشى مع تنظيف وتطهير الادوات. استخدمه على حسب ايش، على حسب تركيز او على حسب مواصفات الشركه. فلازم الشركه لما تجيب لي اي مطهر او لما استلم اي مطهر من الشركه حتى وان كان معتمد من الوزاره، لازم يكون فيه تقريبا بروشورز او اليه التعامل مع هذا المنتج، اللي هي اليه خلطه، وضعه، حفظه، تمام، الكونتاكت تايم اللي هو وضعه في الافكتيفنس حقته، متى يعني متى بتديني فعالية، بعد كده ودواليها. يعني هذه الأشياء أنا لازم إيش أفكر فيها، تمام. بعد كده إن لازم أستخدمه according to the product safety data sheet، يعني الداتا شيت حقته فيها سيفتي، هل اني لازم احتاج بي بي ايز، هل هو بيعمل مثلا يصدر منه روائح تؤثر بتعمل توكسيسيتي، هل اني احتاج البس بي بي ايز لما اجي اتعامل معه، وات ايفر، تمام. واهم نقطه عندي انه لازم يكون مصرح به استخدامه في المنشآت الصحيه. يعني مثلا ما يجيني اي منتج كان بي يوزد اني وير، ولا انه مو موضح اني فين ممكن استخدمه، لا، لازم يكون في المنتج في تصريح انه يسمح استخدامه او ممكن استخدامه في المنشآت الصحية. طيب
نجي بالنسبة للجايدنس لاختيار الديسانفكشن. طيب احنا قلنا عشان انا استخدم اعمل environmental cleaning او environmental disinfection لازم اول حاجة انا اعمل cleaning بعدين اعمل تطهير، يعني اول شيء انظف بعدين اطهر. حلو، هذا زي لما نيجي مثلا شغلنا في البيت، اول شيء انظف البيت بعدين اطهره، يعني اول شيء اغسل بالمويه والصابون بعد كده احط الكلور. حلو، فهي هذه الفكره. طيب فزي ما قلنا انه الديسانفكشن اللي هو التطهير يستخدم بعد الكلينينج، لازم يكون عندي كلينينج. طيب في حاجه اسمها لو ليفل ديسانفكشن، لو ليفل ديسانفكشن اللي هو ايش؟ اللي هو في نوع من انواع المعقمات او المطهرات انا استخدمها تديني اللي هو تقتل الجراثيم اللي هي ايش اللي ممكن توجد على الاسطح. تمام، فهذه اللو ليفل ديس انفكشن تعتمد، عندي لو ليفل ديس انفكشن وعندي انترميديت ليفل ديس انفكشن، فكله ايش على حسب الاستخدام، هنتكلم عنها ان شاء الله في السلايدات الجايه. طيب هنا في عندي الكريتيريا فور سيلكشن ديس انفكشن اللي هي ايش؟ آلية استخدام الاختيار المطهرات. أول حاجة إنها تكون برد سبيكتروم، يعني واسعة النطاق، تمام؟ أكت فاستنج، تشتغل بسرعة، ما تتأثر بالانفيرومنتال فاكتورز، يعني بمعنى إنها ما تتأثر بالانفيرومنتال فاكتورز، يعني ما تتأثر لي بالإضاءة، ما تتأثر لي بدرجة حرارة عالية، تمام؟ هي هذه not infected by environmental factors. وإنها تكون مثلا active في وجود ايش؟ مثلا البلد أو السبيوتم، يعني مثلا لما أجي أمسح البلد أول شيء مثلا إذا كان عندي spill، أول حاجة أنا بمسح بالموية والصابون أو إنه أشيله، بعد كده لما أجي أمسح اللي هو بالكلور فايش؟ فانه بتزيل بقايا الدم والبلازما الموجوده اللي ممكن ما تنشاف. طيب نان توكسيك، انها ما تكون سامه، تمام. سيرفيس اكومبليبيليتي، كومباتيبيليتي، انها تكون ايش؟ انها تكون مطابقه، تمام، السيرفيس، انها زي ما قلنا انها ما تكسر لي الادوات، انها ما تنشف لي اياها، تمام. طيب easy to use، سهلة الاستخدام، الوقت الكونتاكت تايم عندها تكون زي ما قلنا يكون معروف، وأول حاجة وآخر حاجة إنها تكون odorless، إنه مثلا ما تكون ذو رائحة نفاذة. طيب ذو رائحة نفاذة بمعنى إنه إيش؟ لما أستخدمها إنه ما تؤثر. طيب type of approved disinfection، تقريبا هذه الـ approved disinfection اللي معترف بها من وزارة الصحة، ومكتوب شوف hospital approved، عند الهيدروجين بيروكسايد من 3 لـ 5%. فين استخدم المناطق اللي استخدمه فيها؟ غالبا يكون في الايزوليشن روم، في الكريتيكال كير يونت، في الاي سي يوز، سيرجيكال وورد، وفي غرفة العمليات. طيب غالبا قد يكون ان شاء الله في الايام القادمه حيتوفر، لكن اذا غير متوفر لبدائل ثانيه ممكن نستخدمه فيهم. طيب عندنا كمان حاجه اسمها الكواتريوم امونيوم اللي هو رباعي الامونيوم، تمام، اللي انا ممكن استخدمه في الهاي تاتش انفايرمنتال سيرفيسز اريا الخاصه بالمريض، اللي هي بصفه عامه غرف المرضى، الكوريدورز، الستاف روم. طيب نجي الكحول اللي هو 70% الكحول، في عندنا متوفر منه عندنا الوايبس، تمام، برضو نفس الشيء قلنا كريتيكال بيشنت كير ايتمز وميديكال اكويبمنت، ممكن استخدمه على حسب مواصفات الشركه، اذا كان يمكن استخدامه على الادوات الطبيه زي مثلا عندنا على المينيتورز، على الكمبيوترز، وات ايفرز، تمام، فممكن نستخدمه. بعد كده عنده الصوديوم هيدروكلورايد 5.25%، هذا استخدمها فين؟ زي احنا قلنا اول حاجه نستخدم الهيدروجين بيروكسيد، بعدين قلنا انه حيتوفر في القريب العاجل، البديل لي اللي هو ايش؟ صوديوم هيدروكلورايد، استخدمه في حالات اذا كان عندي مريض معزول سي ديف
ولا في الاور روم، او اذا كان عندي مثلا مريض اللي هو مالتي دراج ريزيستنس اورجانيزم، برضه عايز الكونتاكت عند المالتي دراج ريزيستنس اورجانيزم. مثال مثلا عندي الكانديدا اوريوس، تمام، فانا بستخدمه اللي هو الايرن للفلور والتوليت، وممكن يتحط في اسبري بحيث اني ايش امسح فيه الكيبلز في التيرمينال كليننج، وحنتكلم عن دي النقطه، تمام. طيب بعد كده عندي برضو الهوسبيتال الوكاتوريوم امونيوم كلورايد ليكويد، برضو نفس الشيء هذا يستخدم لتنظيف الفلورز والوالز اند السيلينج للايزوليشن والنون ايزوليشن بيشنت روم، وغالبا غالبا during الديلي كليننج، تمام، والترمينال كليننج. نجي للكلاسيفيكيشن انفيرومنتال كليننج سيرفيس اريا اللي هو مواصفات غرفة النظافة. طيب من شروط انه عشان انا تكون عندي غرفة نظافة ومواصفات كويسة، لازم يكون عندي في كل قسم، او مينلي ما نقول في كل مستشفى، نقول في كل قسم، انه تكون عندي at least one environmental cleaning room services، تمام، انه عندي غرفة خاصة اللي هو للنظافة. غرفة تكون storage، مستودع، تكون فيه جميع الأدوات النظيفة. عندي غرفة اللي هي utility room اللي هو إني أقدر أغسل فيها، يكون فيها مغسلة ويكون فيها حوض لغسيل الماب وتفضية اللي هو الأحواض، ويكون فيها مغسلة للتعبئة، تمام. طيب إيش تكون مواصفات هذه الغرفة؟ تكون تهويتها كويسة وإضاءتها كويسة، يكون على الباب فيه labels، تمام، زي الليبل حق البايو هازارد، بس انه هذه ما هي بايو هازارد، هذه ممكن نقول كليننج روم، تمام، او يوتيليتي روم اسمها. طيب يكون فيها مويه، لازم زي ما قلنا يكون في مصدر مويه، تكون المويه تكون فيها مصدر مويه، مويه حاره ومويه بارده، تمام، اذا في امكانيه، تمام. زي ما قلت يكون فيها سينك، تمام، خاص، اول شيء هاند هايجين، ثاني حاجه سينك اللي هو غسل الماب، وحوض مثلا لغسل اللي هو الكونتينر بعد التنظيف، بعد انتهاء من التنظيف. بعد كده يكون فيها اكسس اللي هو الاي واش اف بوسيبل، اللي هو تعرفوا المغسله حقت غسل العيون، انه مثلا انه ممكن وقت ما العامل هو بيغسل المابس ولا بيغسل الكونتينر، بما انه فيها ديترجنت ممكن ترش المويه على عينه ولا على فمه، فبالتالي ايش يكون في جهاز اللي هي الاي واش اللي هو ايش يغسل فيها عينه. طيب كمان من ضمن المواصفات انه يكون عندهم مخزن خاص اللي هو فيه appropriate PPEs available، اللي هو ايش؟ انه يكون انا عندي ال PPEs المهمه للعماله، ايش هي؟ جلافز وجاون وماسك، وهذه ال PPEs وجب على الشركة إنها توفرها. من مستلزمات الشركة إنها توفر الكونتينرز والمابس، تمام، زي ما قلنا، وكمان توفر للعمالة اللي هو الجاون والماسك والجلوفز. طيب زي ما قلنا يكون فيها تكون مساحتها كويسة اللي هو فيها للدراي اريا، إنه بعد ما يغسل المابس والموبس، قبل ما يغسل الموبس انه يكون في منطقه خاصه انه يقدر يعلقها عشان تنشف، عشان كده لازم تكون فيها تهويه كويسه. قلنا يكون حجمها كويس، لازم انها ما تكون خاصه للعمال انه يجلسوا ياكلوا ويحطوا فيها ملابسهم، لا تكون خاصه بس للادوات. تكون فيها لوكرز تتقفل بحيث انه وقت الزياره نمنع مثلا الزوار انه يخشوها ولا المرافقين ولا حتى المرضى. تكون الجدار حقتها تكون سهلة الغسل، يعني ممكن تكون مصنوعة من سيراميك أو بوية زيتية، يعني تكون حاجة أنتي ميكروبيال، تمام، بحيث إنه يتم تغسيلها نهاية كل شيفت، تغسيل الغرفة وتنظيفها بالجدار ومحتواها. طيب هذه بالنسبة لمواصفات اللي هو إيش الغرف. طيب نجي للسبلاي اند اكويبمنت فور انفيرومنتال كليننج، تمام، احنا الحين صار عندنا غرفه، عندنا عماله مدربه. نبدا طيب كيف نبدا؟ اسينشال سبلاي، اول حاجه على حسب ايش المنطقه اللي انا
بنظفها. أول حاجة Surface Cleaning Supply. Surface Cleaning Supply اللي هو لازم يكون أنا عندي كونتينر خاص لتنظيف الإيش الأسطح. طيب إيش يكون فيه الكونتينر هذا؟ يكون فيه Clean إن يكون clean، إن يكون dry، يكون حجمه كويس، يكون فيه له labels اللي هو مثلا يكون فيه له علامة، تمام؟ إنه مثلا هذه خاص بغرفة العزل، هذا الموب خاص بغرفة التمريض، موب خاص بالكريدورز، هذه إنه إيش تكون labels. كمان قلنا إيش a surface cleaning cloth should be كوتون أو مايكروفايبر، اللي زي ما نقول لا المناشف المستخدمة لتمسيح الأسطح لازم تكون مصنوعة من الكوتون أو من الفايبر، تمام؟ المايكروفايبرز، تمام. نفس الشيء زي ما قلنا إنها تكون color coded، يعني إنه لكل منطقة في أنا يكون عندي color coded مخصص. تمام. ثاني حاجه امنع الكروس كونتامينيشن، يعني مثلا بما انه تم تحديد اللون الازرق للكوريدور فما يستخدم الا اللون الازرق للكوريدور، ما اخلط اللون الازرق باللون الاحمر الخاص بغرفه العزل، حتى وان كان عندي ضيق الوقت فلازم انه كل لون يعتمد، هذا على حسب السياسات اللي يكتبها قسم مكافحه العدوى، تمام، انه يحدد كل لون فين يتم استخدامه ويتم متابعه العمل عن طريق المشرفين وعن طريق مكافحة العدوى. طيب نجي للفلور كليننج سبلاي، نفس الشيء قلنا يكون في موب هيد فور فلور كلوث شود بي برضه نفس الشيء انه يكون كوتون او مايكروفايبر، يكون في كارت او ترولي خاص، تمام، وذ تو اور ثري باكيت، تمام، اللي هو الترولي احنا المستخدم في المستشفيات وعلى حسب الشركات اللي تجيبه. في ترولي يكون فيه له اللي هو 2 كونتينرز، وفي ترولي يكون فيه 3 بوكت كونتينر، تمام. بعد كده يكون عندي فلور كوشن ساين اللي هو العلامه الحذرز، انه تكون لازم تكون متوفر بحيث انه وقت التنظيف يكون يضعها العامل عشان يمنع الانزلاق بالنسبة للهيلث كير وركر وبالنسبة للمرافقين. طيب كلينينج كارت اند ترولي، احنا الحين تكلمنا على الغرفة سيرفيسز، تمام، اتكلمنا على وجود الموبس، اتكلمنا على الوجود اللي هو الميكروفابريك اللي هو خاص بالايش بالعمالة. طيب دحين نجي نتكلم عن الكار والترولي. طيب الكارت والترولي انه بروفايد اللي هو سيفرال بينيفيت، تمام. اول حاجه انه يكون ability to carry and safety manage all essential cleaning supply، يعني لما يكون انا عندي ترولي كبير مثلا نجي زي هنا عندي هذا الترولي، انا العامل تمام يقدر يحط فيه كل حاجه، اللي هو يقدر يحط فيه البخاخ اللي يقدر يستخدمه للتنظيف، يحط فيه الميكروفايبر ولا الكوتون تيشو اللي استخدمه للتمسيح، تمام، يقدر يحط فيه الديترجنت، تمام. هنا زي ما قلنا هنا 2 باكيت، تمام، غالبا هذا المتوفر عندنا في وزارة الصحة. هذا 3 باكيت ميزته ايش عندنا غير متوفر؟ ميزته ايش؟ اني انا عندي هذا للديرتي ووتر، هذا للسوب، تمام، هذا للرينز، لكن التو كارت انه بس مجرد انه عندي واحد كلين ووتر وديرتي ووتر، فبالتالي انه بعد ما انظف بالمويه والصابون افرغ الووترز هذه الكلين واحط فيها اللي هو الديس انفكشن سوليوشن عشان ارجع مره ثانيه امسح. هذا الفرق بين التو كارت والثري كارت. طيب زي ما تكلمنا الكلر كودد فور ريزابل كلينينج اكويبمنت، انه على حسب اللي هو الاكويبمنت كلر كودد must be decided by the infection control committee and it should be written in policy and procedures، يعني
عشان أنا أعمل color coded وأطبقها في المستشفى لازم يكون فيها committee ويكون فيها policy و procedures طالع عن طريق مكافحة العدوى والخدمات المساندة في المستشفى تحت موافقة مدير المستشفى والجودة عشان يتم اتباعها. تمام، هذا الكلر كودد على حسب، بس أهم شيء إنه العمالة يكونوا عارفين إنه الجرين فين استخدم والبلو فين استخدم والوايت فين استخدم. فهو غالبا إنه الريد دائما يكون باثروم واليلو ايزوليشن، هذه غالبا قد تكون ناشونال ستاندرد كلر كودد. طيب نجي دحين حنتكلم عن التايب اوف انفايرومنتال كليننج. عندنا تو تايب الانفايرومنتال كليننج. تمام، احنا بنشوف العماله كل يوم بتشتغل، يجوا الصباح وينظفوا ويشيلوا ويحطوا، مريض دخل ينظفوا، المريض موجود ينظفوا، بس هل فعاليه التنظيف هي نفسها؟ هنا حيبان. طيب تو تايب انفايرومنتال كليننج، عندي روتين انفايرومنتال كليننج وعندي تيرمينال كليننج. طيب روتين انفايرومنتال كليننج ايش هو؟ كلين از اسينشال بارت اوف ذس بارت اوف ذس انفكشن. تمام، الروتين انفايرومنتال كليننج ايش يسوي لي؟ ريديوس ذا سويل لود الاونج ذا ذس انفكشن تو ورك، ريموفينج الجيم ريكواير ثرو كليننج فان باي ذس انفكشن. بمعنى انه النظافه اليوميه للتقليل من الجيرمز الموجوده على الاسطح، تقليل من الأغبرة، تقليل من نقول من الأوساخ الموجودة على الأسطح، هذا الروتين environmental cleaning. تمام؟ is done with general service touch general service or touch services and fitting is visibly solid with immediate and immediately after any spillage. بمعنى زي ما قلنا إنه تنظيف بشكل يومي المناطق اللي يتم فيها تلامسها بشكل عالي جدا أو بوجود spill، يعني زي ما قلنا spill إنه مثلا في blood spill، في blood and body fluid spill، تمام، في medication spills، فهذا هو الروتين cleaning. طيب نشكركم لاستماعكم ونتابع معاكم في البارت 2 مع الانفايرومنتال كلينينج. شكرا لكم.